بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحدي، الحديث 39. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إني أستحاد فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عقل، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم أغتسل وصلي. وفي الرواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فأصلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصلوات الله ربي وسلامه عليه. باب الحيض، وهو الباب 7 من كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. سلحيض يمي جلس لن باب نو بقوانقوا درجة بعربية قوانقوا حيض مالت ما نيني ونفساش، يقال حاض السيل، حاض الوادي إذا سالة غرفو سي غرف زناب زنبو سي غرف ونزو تترك لكو فسسل مالت حاض يمي لو سيامي ستوا حيض انجلي لم يفسنا جره لنو. باصطلاح العلماء الحيض هو دم جعله الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة، حيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها. الله سبحانه وتعالى بعند السيت مهسن وست ياسكمت أو يهنا دم نو حيض يميلو سيام ياقينيو، يهنن دمم الله برحمتنا بتأببو ياسكمت أو نو غذاء لجنينها. ارقز ستهن لهسانو كالبي هونزند لزانو بابزهن ياجزي ارغوزوش يورا بايو كما تو عندل تايت شرالج ارغوز هنا، ولكن بابزهن ياجزي ارغوزوش يورا بايو. فاذا وضعت ست والدق مو تحول الى لبن ودا وتتي كيرا لادم دم ينبرو تزاجتو لهسانو يقرب التي ينبرا لك سيولد دقمو ودا وتتي كيرنا يميات أبو سيتوشم يورابا يو لمن بوتت ملكو يمتانونا. فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة. ارقوزم كالهونج يمتات أبام كالهونج بمدهانيت كالقدبتشو بستكر بتليا يو قزيات همتال بابزهن ياسيتوش يميايوت لولي فيت النايوالن سبات ويمسدستكن يابزهن ياسيتوش يورابانو انداندوشو يومو وليلان دكن ناندليليت بچا يميايوالو مايتاتشو دقمو يمايتاو وقباتشوالو لحظة عند قزيت فسنا بزاتو قارتالج. فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع. لزيت بلو يمتات أبانا أرغوزي هو نجسيت يورابا مايتوا بزوم يالتلمدنو بزوغزي يكستم ألفو ألفو كارهون بستكر كشي عند لقيني جلال. ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها بعبادانا بليلوش نقراتوش كورا باقار يتيايازو أحكاموش الزيبو تالا يتفلقو يانو انقدي يتفلقو أحكامو لما قلس لما تنتن. الحديث 39 سلاسة زتنينيو حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. الله نقرس راتشو يودد الله تشونا ناتاكين عائشة انديه لالو أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. إني هو القزيد ما يعلهن يا لشاتو
ولجزي دما اللهنينا صلاة لا قوم وي صلاة لا قوم وي بلا تأيك تشاتشو أفا أدعو الصلاة صلاة لا قوم وي بلا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأيك فلا أطهر طهارة عالهونم ولجزي دما اللهن قال لا يلم صلاة ان داتا قوم يالوات إن ذلك عرق مقارجة إلى اللو كهونة يجمات دمناو يوراب دم عيد اللهم ألوات نبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقرقنا له دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي بايهون كمتا ممش بفيت يوراباتو يمي متابتك أننا يمي قارت بتك أن يوقتال يمتابت ينبرا بذلك أقومش ستابكي كذا تاتبش بذا يورابا سدستم ويم سباتم ويم كذا بلايم كهنة اندي عينت ودم كمم تاتو بفيت ينبرو نورمال يورابا أكهاد السون قطرة سيابك آياك أنو تسجدال لك مالتنا يورابا نا دم الاستحاضة يمي بالو استحاضة سوست عينت دم عدو سوستم جن دم الحيض راسونو عند دمنا يا الله شوف سيدوش دم الحيض بيتشا يا دم الحيض جن عند سيد ارجوزم كالهونج يمتات أبام كالهونج بنورمال جزي يمتال جزيون تبكو ملكم ولمناون تبكو يمتال دم الحيض مالت دم الحيض عند سيد أرجزا قويتا ستول دجمو يترار رفين بردم كوليد بوهالا سمون كيرو دم النفاس تبلو يمتال كوليد بوهالا تكتلو سلمت أنونجي يا وراسو دم الحيض نو بسوستن يا درجة كرحم المرأة كعند السيد كمهسن كتلك كونو كمهسن وممتع تتو كجماتو جماتو تبتس ويمتعنا دم الاستحاضة يهمم دمي بالا ودسوستي كفافلا يعني عند السيد طبيعوا ويمتعناوا تككل كالونا ببشتا ملكم هنو يمتعل ملكم شتاوم مكأتوم يللو هنو مالت كوالدرج بوهالا كوهونا دقمو ماكات ألونا اندزيهم دقمو همم يهمم سميتو شتاو تتو تقرنتو تتو كالابلو يمتا دم الحيض مالت سلازي قزياتو چوبتك يأيرو قزي قطر ويم دقمو بوتاو چوبتك يأيرو قطر ليلا حكمي ستوال ويم دقمو ليلا ملك ليلا شتاي ستوال انجي عند دم نوكا فرج المرأة ميوتاك عند سيد كبلتوا ميوتاو دم مالت حكم وچومي يتلي أي حكمي ستات شوال بنورمال قزي كهوني يمتايو منم عينت همامي اللباتم منم عينت شقري اللباتم يا شقري اللم لعلماء وچوم شقري اللباتشوم دمو سيمتا جزاك الله خير الجزاء وحسن الله بك دمو سيمتا صلاة تاقومي علش دمو سيقارت اللش رقمو صلاة تجمري علش تبالا اللش ولتن يوا دقمو دمو الاستحاضة تهالك لكن ده فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وارضاها نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند تأييك تشاتو عينة ماتر فاطمة بنت أبي حبيش استحاض ولا أطهر دمي فسب بنيال منم طهارة الهون مالك يزينك زي من يدرق على الكتب على يا دم الحيض ملكنا شتاو مكأتو يليال دم الحيض هو دم أسود محتدم لذاع نتين دم الحيض يورابا دم تقرنو كلاتو ودا تقرات يقبار أي دم ساهون تقر دم نو ميايت يورابا كهونا عندنا دقمو كموت آتون بفيت سيوات آم يا قاتلات شوال
كموت آتو بفيت اندوغات عينت همم سميتي سمات شوال لمت أكبابي مات سيوات أم دقمو بت أم مكت هلو ياك قاتلال يان تاتا شوال سيواتا كوت أبو هلا دقمو شتا نقر هلو يمياست الله شتا مالت النزي أوصاف دم الحيد ناتو عندسيت استحاضة يمتايكو هنا دم الاستحاضة يمتايكو هنا يهمم دم ملكو كدم الاستحاضة تليتو دم الحيض وستسي قبا كالروم شتاوم مكأتوم سايك أير كمتا آيات شكر مكنياتوم يا يجمع ربت قزي سلم متاوك همامو سلم متاوك كزا قزي جمرو لسدست ويم لفسبات تكنات تهالج سوستن يوا محيرا ويم محيرا يمتبالو هالج قرايا قبات ويم قرايا قبات قرايا قبات مالت استحاض ولا أطهر يهمم دم آيال لهو نالج طهارة ألهونم دم الحيض سيمت أم طبيعة وتكيروال يهن يو دم سلمتا تكالاكلو يدم الحيض ملكو كالرو تفتوال تقرنو بلنال تقرنتو تفتوال مكأتنا مكات الالو بلنال كليلا دم قارتك الاقلو سلميوتا تفتوالا هنم شتا اللو بلنال كوتا بوهالا شتا يمي بالم يلم لمن كدم الاستحاضة قار سلتك الاقل يا قزي من تادرك يهمم دم كممتاتو بفيت كناتو چو تاوك اچوالج قلسنو بورو ورو كقبابا مستنياو كان هول قزي ورا عبايمة متالترالج بزام ملكو مكتر تشرالج ملكو باي التايم باي اساوك انم مالتو السوم راسو على ووك اچو كانو مچن دمي متالتاوك يورا عبا كمهونو بفيت قدر ما تحيط حيد يمتونا وقدر سدست ويم سبات تكون اندزاو كمهال بقمت قمتا تهالج كزاوج ليان داندو صلاة تتاتبالج ويم تقديم النا تأخير ياد الرقج تساقدنا له لت صلاة تتاتبالج عزري ستاتا سنتنا ولا فيتي مطال ان شاء الله بعد شروي هي مثلا قل سنو عدنا طيب لا إن ذلك عرق أي دم عرق كجمات ممتع دمنا ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يورابا يهمم دم كممتع بفيت يمتايو ينبرا يورابا كناتوش بنس لك صلاة تاقومينا كذابوها لا تاتبش صلاة شنت جمري على الشروط يهمم دمنا يورا با دم ليتا كاوكاچو لياندانو صلاه متاتب ايتطبق باتم يلكونس وضو تادرغالچ لياندانو صلاه وضو تادرغالچ وضو كادرغچ بوالا بيفسم زم بلا مسجد يهمم دم سرهونه مقطاطرات كده وفي روايه وليس بالحيضه وليس بالحيضه وليس بالحيضه يورابا عيد اللجم فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة حيض ستمتا صلاة ناقمي فإذا ذهب قدرها يورابا لكو سدست ويمسبات يمتال ولفت إن شاء الله يسوى لك سيالف دقمو فاغسلي عنك الدم وصلي دم نطبيونا شاور وسدش صلاة شنت جمري على شاروات غريب الحديث هي حديث راكي على كالاتوش تنتنايم يا شاتشو ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة لا مرأة السائلة ذلك بلل ولد تكون ذلكما جمع كون ذلكم سيتوش كون ذلكن تبلو بفصيحي ونقلالس عند زايد الرقل بعرب النياب الزيب كلام السك هنا لو أنتم لسيتم ذلكم نومي بارو ويم ذلك نومي بارو لك سويه دعوة إياه درقة لعنة الله عليكم إياه دعوة إياه درقة ما أتروج الزاو سبسبو مخاطبو كن لعنة إبليس لعنة الله عليكم إياه لعنة وياه ورد باتشو دعوة إياه درقة طيب الله مجم لي إياه ونمي إياه اسمع من إياه اسمع من إياه
طيب ثانيا عرق، عرق أي عرق انفجر جماتنا، وإنما هو ركضة يركضه الشيطان، ركضة أي طعنة الشيطان جماتها تشولا يوقعونا دم يفسر مالتنا كذا يمتانو. عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات ويقال لهذا العرق العاذل، سيامي عاذل يمي بال سيامي ست واليه جمات كذا فندتو يمي فس دمنونا كورا أبا دمقار تياجنة اللوم انفجر يفندى هنا جمات يفندانا دم يفسر العاذل وهو في أدنى الرحم يهي يهمم دم ويم دم الاستحاضة يمي بالو في أدنى الرحم كما هسأنا شوك أربو لاينو يالو كك أربو نو ميوتاو دم الحيض جن كهونا دون قعره كتلك كما هسأنا شوك تلك أيضا لم يميوتاو يهمم دم ودم الحيض يخرج من قعر الرحم يورابا دم جن كأند السيت كما هسأنوا كروك بوتانو ميوتاو يهم يورابا دم. ثالثا إذا أقبلت الحيضة، قال الخطابي رحمه الله بكسر الحاء وغلط من فتحها لأن المراد الحالة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. محمد بن مالك رحمه الله تعالى بزاهي دونه وستاجه كيفية ونو يتفلقون حيضا ومبالي اللبتها. وجوز القاضي عياض رحمه الله وغيره الفتحة وهو أقوى لأن المراد الحيد، حيد يتفلقوا مصدروا أيل اللم للمرة وللهيئة أيل اللم يتفلقوا دم الحيد ونو يتفلقوا حيضا ومبالي اللبتها. رابعا ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى أن فدع الصلاة أولى من فترك الصلاة. اترك الصلاة كملوا إليك فدع الصلاة يملوا بلاج نوالوا لأنه مما اتفقا عليه. بخارينا مسلم يتسمى مبت زقبا السنة والنائلة. المعنى الإجمالي تقلل على ملكت من دنو. ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها، أبو حبيش ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي قريشي أسدي رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة بنت أبي حبيش نبياتنا صلى الله عليه وسلم تطيق لك أن دم الاستحاضة يصيبها يهمم دم إن داقات تمات النان دم ياقات تمات فهون ساعته يفسسن دونه نبياتنا نقرشاته فلا ينقطع عنها لزوما يقارتم. وسألته هل تترك الصلاة لذلك صلاة المتوى اللباتوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة صلاة اندات تتيالوات لأن الدم الذي تترك لأجل الصلاة هو دم الحيض يورابا دمنجي بتلي أي مكنات يميمت أدم أيد اللم. وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض، ليس دم حيض وإنما هو عرق منفجر يورابا دم أيد اللم يا تبتسيونا جماتنا وكجماتنا وميوتاونا صلاة شنن داتا قومي الوات بهون ساعة مدهانيت يوليد مكلاكيا يميتك موسيتوج ندي عينتو شكريا قاتمات شوال يوراباتشو يدبل لكنا عندان لغزي ما قومي ايل اللو دمي فسال ولتوار سوستوار بلو خلاص تنش تنش بيونم اقوم ملكتوچو تعالج ملكتوچو كليو دم الحيضنا دم الاستحاضة ليتا تسكمت عليك يورابا دم سيمتا تقوارت عليك صلاتوا السوس يقوارت رقمو يا دم أسودو محتدم لذاع نتن شتاو بطام ياسد الله هنا مكأتي على لوسي وطا تقور يميت أزت زاكوي هنا السوسي هون يورابانو نزهولو ملكتو شناجو
عند لا يتسبسبوا ليمتوا يشلالوا ويم كفيروتشو يا كال تاوكا قدر ما كانت تحيض قبل أن يبدأها ذلك الدم الاستحاضة كما جمروا بفيت تايو ينبر يايج انت تلالج دم يفسسم صلاة سجدالج مال يهمم دم نولنا يورا بعد ما يدلنا وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط يه آينة يهمم دم كما امتاتوا بفيت تاياتشو ينبرو يورابا دم كاناتوش صلاة تاكوم يالش النسو كاللفو بوهالا سو النتش تاتبش وده صلاة اشتملش يالش الوات نبي صلى الله عليه وسلم ملكو يمتاوك هنا ويمجزيو يمتاوك هنا فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك يهمم دم يفسس بيهونم زم بلاش سجاج يا الله صلى الله عليه وسلم فإذا انقضت الحيضة حيضك التقوى الرتج كم مستقن كسدستقن بوالا ويم كسباتقن بوالا ويم كسوستقن بوالا ويم كاندقن انك عند ليليت بوالا يا عهدا ونقدي يتلي ايو سيتوج بابزهن يا يمي ايو سدست ويم سباتنا سوستقن يمي ايو مالو يوم وليلة يمي ايو مالو لحظة عند قزي بكم يمي ايو مجة تفسر ليش تقوارد عليش ما يؤخذ من الحديث كحديث يمي وسلوا أنه أن نقراته من دناته أولا الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق كالتعينة يعلو ما قوارد جايل له وأما دم الحيض فله وقت خاص يتليك كناتوش يعلوتن ودم الحيض هو الجزيائي متام ثانيا أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات يهمم دم صلاة كمسجد أي كلكلم عندهم ليلوش عبادة وش عند تلاوة القرآن الجلوس في المسجد اعتكاف يمساسل أي كلكلم بخلاف دم الحيض ثالثا أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها قضاء أي وتام عند واسيت متى ودمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ستتيك أتشو صلاة لم دنو قضاء من نوات أو ستلاتشو أحرورية أنت أروت حرورية يمبالو نزي خوارجوج أقولات باكنت يعلب وتاوي يميك الرسوج كالنسو نشن دي ألجت أيد لهم لما وقف لكين والج بنبي زمن عليه الصلاة والسلام يرابا ناين برا كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة صوم قضاء لنا وطان التعزز نبرا صلاة كن لا ألو متكرر سلهون مع بناء الشريعة على التخفيف شريعة يتجنبها ودقمه بما قرار التسهيل لنا التخفيف كالل بالملكونه قضايا وطوك التبالة أصل بناء الشريعة قار لكارنه سلزي مسارة مال تهززم كالله يمت أسلونا عندك عندي يمي فالس قيل لهم الحمد لله الله يسلم الناس أن لما نهندس التهن أسلم الناس نيزين كان تقاري من نقنا نيادرقن أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج أحرورية أنت يا الله تنجلي كخوارج وجوش النسو قضاء وطالون مساكين هلك المتنطعون المشددون في غير موضع التشديد ليلة سنتهم تبكي يا لي نبي سنة صلى الله عليه وسلم يهول التسوم ذاته يا لبو تامات بكم سويه وسنت تلالك صحابه وجن قال له تماركو
እጄን ቆርጣውልን ሲሉት ቁረጡት እጄ መግሬ ማንገት የምትፈልጉ ቁረጡት ምላሴን ግን እንዳትለኩብኝ ቁርአን ቀራበታለሁ ቁርአን ነው እንግዲህ ሙእሚን አትግደል ይያለ የሚያዘው የሚቀራው ቁርአን ዝም ብሎ ባዶ አጥባቂነት ያለ ቦታው رابعا ان المستحاضه يرابع يهمم دم يمتايسيت التي تعرف قدر عاده حيضها يرابوا قناتوچو متج جمرو متج اندميابقو يمتاوقي هونج تحسبها قطرا جمتا تسرالج ثم تغتسل بعد انقضائها يرابوا قناتوچ سيالقو تتطبالج لتقوم لتقوم عند تقوم كتبل عند تيز أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض يورابا ويمت أبات سيت يمت تركاتي هونج عبادة وج كتارغ عند تيز تتاتبالج يورابا وكاناتو جس يلقو خامسا أن الدم نجس يجب غسله دم الحيض نجاسانو من غير خلاف نجاسانو متاتب معلبت سادسا انه لا يجب على المستحاضه تكرار الغسل لكل دخول وقت الصلاه يهمم دم لالبات سيت لياندندو صلاه متاتب جديتا يلباتم يهمم دم يالبات يورابا دم كونه 7 كن تطبقالج ويم 6 كن ويم 3 كن ويم 1 كن ان عند ليلت طبقا اسو سيالق تاطبا صلاهوا تجمرالج يهمم دم واغن ككتله لياندندو صلاه وضوء ملو يهونه وضوء تادرغالج انجي تتبتن ايوجبباتم سابعا ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله ان قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره دمن طبينا صلاه شنسجي يميلو كلاي كلاي سيتاي غرا يمياغبا يمسلال لانه لم يذكر الغسل فاغسلي عنك الدم وصلي نميلو تتبتن على وسام لم يذكر الغسل تتبتن على وسام ولا بد فيه من انقضاء ايام الحيض من الغسل يوراباو اندالقه كمتاطب ايقري نو متاطبن ايقرم متاطب አለባት والجواب الصحيح تككرنيا يونه ملس لندي عينتو طياقه ككربه ان هذه الروايه هيك زغبا وان لم يذكر فيها الغسل تطبت بايوصاباتم انكون فهي متضمنه له تطبتن يزالج لوروده في الروايه الاخرى الصحيحه مطلق هنا يفسر بالمقيد فاغسلي واغتسلي بميلو تقييد الدرقال لك هنا يمطاو زغبا ويم غرا يمياغبا يميمسل صحيح ونت التي قال فيها واغتسلي فاغسلي عنك الدم واغتسلي تتبتم تاتبي يورا باشي يقرط سلهونه يهمم دم كذا نو ميمطا አዎ ጅማታቸው ላይ ጣዕም ያደርጋቸውና ደሙ ይፈሳል መቋረጥ እና ማለትማ ህመም ስንል አንድምና የሚፈልግ ነገር አለ አይደለም ህመም ማለት ኖርማል ያልሆነ ደም ሲወጣ ደሙ الاستحاضه የህመም ደም ይባላል ስሙ ህመሙ ሰበቡ ምንድነው ከተባለ ቅድም የተጠቀሰው ኖርማል እኮ አይደለም ደም የሚፈሰው እኮ ኖርማል አይደለም ታሟል የህመሙ አይነት ቢለያይ ማለት ህክምና ያስፈልገዋል ወይም ሳያስፈልገውም ሌላ ጉዳይ ነው ባይታከም ምን አይነት ችግር ያስከትላል ሌላ ጉዳይ ነው ግን ያለ ወራባና ያለ ወሊድ ደም የሚወጣ ደም ሌላ ስም የለውም የህመም ደም ነው ያ ህመም መነሻው ምንድነው ያው መነሻው ቅድም የተጠቀሰው الحديث الأربعون أربعين وحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها استحيضت 7 سنين سبات تامت يالما قارت يهمم دم يفسبات نبرة
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سلزي قداي نبياتنا نطيقك عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند التتاتب عززوات فكانت تغتسل لكل صلاة ليان داندو صلاة هي التتابج تسجد نبرا غسلها لكل صلاة وغسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية لمسلم ولفظه فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. المعنى الإجمالي تقرأ لها الملكتو من النوم أصابت الاستحاضة أم حبيبة يهمم دم أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها قد ما تشوال أم حبيبة بنت جحش 7 سنين يا دمي ميفس بتريا نبره جن الساتو اجتهاد درجونا تتبت هذا الرجوم ليان للصلاة المعنى الإجمالي أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين رضي الله عنها وارضاها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة ليان للصلاة يتاتبون برا مساقروت اختلاف العلماء يعلم وشال مقبابات اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا علماء من حديث أم حبيبة رضي الله عنه وارضاها بمنسات خلاف هذا الرقو يا همم دميا اللبات سيت ليان دان بصلاة يتاتبك نوي متسكدو فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن يشير إلى الرواية التي في سنن أبي داود فأمرها بالغسل لكل صلاة وسندها ضعيف قال النووي رحمه الله أما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها ذكره الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار وأقره عليه النزاء سنن لا يالو حديثه من منكم ضعيف بهنم بزا ما سرج أدركوا ليان لاندو صلاة يتاتبج تسجد يملو علماء وشر وذهب الجمهور بركاتا وچو بلاچوچو دغمو جمهوروچ هيدوال من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد سوستوا إلى عدم وجوبه مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت جمهور العلماء دقمو كصحابة وجه علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس ومن عائشة كصحابة أبوها لا ينبروا ترقمو أئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك وأحمد تطبتي اللباتم إلى عجب وجوبه مستدلين بالبراءة الأصلية مصرجة درقو أصل براء نو تطبتي أمي بالي اللم وهو أن الأصل عدم الوجوب قديتا اللم وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسلي تثبت يميزوا أحاديثه أنه ليس فيها شيء ثابت يترقى قطنا قريل لم حديث ضعيف نو حديث لا يثبت وغسل أم حبيبة لكل صلاة أم حبيبة تأيك أم السكتة ستاتشوها لا ليان لاندو صلاة متى تباتشو سكتة بالا إنما هو من عندها اجتهاد كراساتشو اجتهاد أدرقوا استنتنوا إذا الرسول بتنجي ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة ليان داندو صلاة يتاتبش سججي يميلي اللوم يا نبي صلى الله عليه وسلم تزاز لما
فأمرها أن تغتسل إن تتاتب نونجي لكل صلاة يميل اللم فكانت تغتسل لكل صلاة فأمرها أن تغتسل متى؟ متى؟ قل سايد اللم الشامي هنا قال له لا تاتبي يميلو متى نو ليتين يو تتبتنو أهون عندان لقزي الشامي هنا قال يمتعنا تفصيل يميادرك حديث يفلق اللتال دم الاستحاضة تتبتي أو سوى الجبال ويكتبال يلمنو كليل حديث من الردو اندزاس كوهن درس هذا هو الأصل يا أصل يمن لك بث رقمة انكار رماس رجا كالمتة يتمنك نقان نلم تحنفت وتحنبلت وتملكت بلهم أقوازن لا أولا مبال إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع كالله سبحانه وتعالى بلاجنا ويميلو دليل شرعي يسفل لك فاقتسل يميلو لكل صلاة عسيزنا دليل شرعي صريح واضح قال اللي بستكر أولا نبلن راساتنا من الناس جنك بطنقل الله سبحانه وتعالى تازا جنة تاكين سنة الرقاق تنجي راسا جنة سنة جنة كايدة لم تسمينا مسلمون اسلمنا بمي الزو عن كدم تكتل تبك ستقواز الله يودها لأجري ستها قن راسا سلا قودها الناس لاس جنة يمي جمر رقريد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي من الطيب والطيبات من الرزق أفاجه هنا من مجب ما إنه حرام هذا الرجب بس فان دان سويت زيد النا يقولنا وهاي كم ربنا إيه صواب يلوم اليوم تأفاج مجب بلته لكن سفيان الثوري رحمه الله تعالى وداشوا ما شاء الله ناتشوا قط ما درجوا يبلونا وداشوا قط ما درجوا ياسر الله وجباتشوا ليلي تملي يسجروا كتابشوا يانا ببي هذا الله تأفاج بلته عبادة لا تقولون طيب وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة وإنما أمرها بالغسل فقط تتبتني الززوات كما هو في الرواية الثابتة وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة صحيحين مونا للابوتا صحيحي ونا حديث ليان لأن صلاة لتتاتب على الززوات كراس واجتهادنا الله سبحانه وتعالى يقدر الله تكرار وايتكم اغتسل متشنو ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها يورابا وكأناتوش بميالكو قزيت تتاتبالج هذا حديث صحيح صحيح صريح متكرر مستحضم للزون مستحضم للزون الحديث الحادي والأربعون أربعان لن يو حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض منع إن شاء الله نقرأ سراجه إلى الله جونان له لالو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إن الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم كأن نتاتب نبرا ولدتم يزكر زيلا ينقلي أتجا مالك أتجا مالكي نومي بابار سارنا لأن نتاتب نامي قالات إذا أتجا مالك يعني ما حيض ميلا من مشكرين له دم الاستحاضة بكان وضوء بكان يا لبا تثبت يلا جزاك الله
منو سيقوم نومي قوم قرم ميبالي لا ومن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إن الله ملكتني كأن دكاه لتاتشن النتات من البران دلائي بالنا مستنجر فكري جمران يه يفرنجوش سنان كنيا تفطال بزو قزي يباهل تسنوش إنك الله تاتشن كم دويزون ملكام نقراتو چولو مدفو مسلو يتايون بدام ميقرمكم سيمو ماسر الزمان دسو في المسل كالوت خلاص يسوي وسوي نماس دست اي في الكم مسل اياتي المسل بلو تكوس داباس مسل هيدا ليلا نيو نبي اندي ادرغو نبر يا نبي يكو اندي سلا نبر انا اندي سلا نبر انا ياله زوازن كي مكنيات يسبسبا لا سنه كونه يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فربت مستني عند لا نتاطبتنا بمجمريا السؤال ما استمرنا نبي ياتينا أمنا عائشة رضي الله عنها وارضها عند لا يتطبون بربالنا مست يلي لا ونجيب لنا مست بتعيون وتشكري لبته كما تعي تعرفوا لنا نقر يا درجون طيب لا لا قبضون كل اللي ويم سسبندي وناشون كلانا جنوب ولتاتشنم جنابا هنا فكان يأمرني فأتذر اندزيوم يازونينا قلدم اقلدم نبرا فيباشروني يعكفون يال يعني مباشرة مالت متشاشت مساسا متكاكف يورابا هنا بخلاف اليهود يا ايهودا ويانوش انخالفونو ايهودا ويانوش اندسيت يورابا كهونش من يادرغواتان فيدخلونها في بيت العزلة بيتشا عند بوت هاوس تقبال لك سوينكا تولو ركو سبسم المبال ان دايرك سو عند بوت هاوس قبوتا فيباشروني اكفونيال يتشاشونيال وانا حائضني ورابهونيال جماعوغن يتكلكلن جماع على ما درق اكمو ياللو سو اندزاب يادرق منم چكري اللو جن كتساسا مبوهالا ودلي لا يهدم وي كونات تتقى فأيكم أملك لإربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه نبي عليه الصلاة والسلام في الله قد هاتشوي قد هاترون دنبرا عينت ما أنه كنا أنت مكاكل في الله قد هاترون قد هاترين مجد بتلي وطاتوش وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف نبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف تكمتو أمنا عائشة أبيتها تشو هنو نبي جنك الله تشو بك يادر قلنا فأغسله وأنا حائض إني ورابهني نبي صلى الله عليه وسلم سوكرا تشوات باتشو نبر أمنا عائشة أبيتها تشو هنو نبي صلى الله عليه وسلم مسكر هنو جنك الله تشو بك ما وصل قلت سنو يا نبي يبيت كمسجر غاري تلتفنو اندزي بك يا رقالو عيد كافتك امتوال انده يوتو جنك الله تحجو بيش اندي عينتو خدميانا بردس من الخدمي يبال النامس يعلو تسسر المعنى الإجمالي تقل الله الملكت من دنو اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل سوست مسألة وچني زوال الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته نبيات النبى لبيتاتشو كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد جنابه نوك عندك أي تاتب نبر لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنوب منه وهو طهارانو عند جنابه هنا سو كوهو مزقنو لوهو منم عينت قدات آدر سبتم شافعيوش بنية الاغتراف نو مترد بنية الاغتراف مهنا اللبت وإذا صار الزاكي مستعمل مجمّر هذا رجاء سويو اجو لي زاقني يقبّى بنية الاغتراف انديت بلو بنية الغاسل اجياس قبّى قولو كون يا الله اجفلنا انت حلف شافعيو ستبالو نحن بليوش عنك قبّلاش مجمّر
يتتب بطال جن قال ليته يجو جنابا زاو سلمي ورد مستعمل يهونان صحيح يهتك بباينت يلو على رغم انفق هل يتنجس الماء وهو ينجس الوي متنجس قال هون طاهر كهون لماذا لا يطهر وما فائدة طهارته عندنا حدث معنوي خلافوچون دارلو يتايالو ان شاء الله كذا بوحالا اقوى حجه هنا تكتاينت ياغنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجته كان يغتسلان من الجنابه من اناء واحد لان الماء طاهر لا يضر غرف الجنب منه اذا كان قد غسل يديه قبل ادخالهما في الاناء ولت جوجو اطواچو كهونه اسو نبياچن سلا درغوت نبي عليه الصلاه والسلام اكفا على يديه او على يده فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخلهما الفولنا والثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشرع لامته في القرب من الحائض بعد ان كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها نبيه صلى الله عليه وسلم لامته يهون الشريعه ليسايواچونا لدنغغولاچو فلغو አይሁዳውያኖች ሴቶችን ያርቋቸዋል እስካሁን ድረስ መጽሐፍ ላይ አለ አልሰረዙትም አንድ ሴት የወራባ ከሆነች ለሰባት ቀን እርኩስ ነች እሷ የነካችው ቃ እርኩስ ነው እሷ የበላችው ቃ የነካም እርኩስ ነው የረከሰች ሴት የነካ ወንድ ሰውነቱ ተጣጥቦ ከጧት እስከ ማታ በወጉ ያልነጻ ይሆናል አሁን አለ ባይብል ላይ የነካችው ቃ እርኩስ ነው የነካችው ቃ የነካ እርኩስ ነው እርኩስ በርኩስ በቃ ስለዚህ ይدخሉና في بيت العزله እስካሁን ድረስ አልሰረዙትም አለ يرابا ላይ ስትሆን ነብያችን صلى الله عليه وسلم يا عينتك كنتو አመለካከት የፈጣሪ ህግ ያልሆነው يلقونس يفطرا حق يهونو شرو لامتاچو يورابا يهونچ سيت يورابا راسو دمو دم الحيض غذاء للجنين لمرجز حصان قلب نو ستول دغمو ودو وتتغيرو يمطال ايه ميك سنس ياسكيدال بتام گونجو اكحال داون بزو فائداوچ አሉ ታሁን ይወተቱ እንግዲህ እና ምንም ማለት አይደለም ከሶላት ተርቃለች እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ከባልዋ ጋር መተሻሸት መሳሳም መተቃቀፍ ይቻላል ይወራባውን አሳለ ይወራባውን ሻላት ተጠግኝ ምናምን ምናምን የሚባል የለም قرب لنور يكبر بين الزوج والزوجة بعد ان كان اليهود لا يؤكلونها ابروات هايبلوا ولا يضاجعونها ابروات هايتنهم فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة ان تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض يورابها هنا كجماع وجه بالله نجر مساسا متكاكا فمتشاشتي مساسا طيب يهننوا لمن اوسط من عائشة يقل لنا ونجد برايبت انترنو سرانو لمن اوسط لانهن مأمورات واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما انم يما ياي ودا وچ ما متلالف አለበት حكمه يا نبي تكتاوي سلاهون نبياچن مشرع سلاهونو مستوچاچو انج ما انم يما ياو نجر لنيا استلالفولنال امان አለባቸው والثالثه ان الحائض لا تدخل المسجد لالا تلوثه ወደ መስጂድ መግባት የለባትም
لئلا تلوثه يهج علا وزو علماء وشاي دقفوات لئلا تلوثه يمنو تلويث أيضا لم يتفلقوا احترام المسجد تلويث من دال لهنو طيب بزي بزمن عشن يتم بيهلو تلويث أي هون مكلاك يادرقوا يهلالو نفس مقبات جلالو مالتنا ويلا المسجد محترم لا يدخله الحائض ولا الجنوب جنابا يهون سوم حائض ما يقابوا بات المسجد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه نبي تواتك أمتاج إنك الله تحجو بك كادر قول الله تحجو سواقر مقباتها تشلم حائض نج عندي تحلو يمي لي اللي ما أزيوك شرحكم وهو في المسجد فتغسل نبي جنين مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود أيهود أو يانوش كات تعببوت أنك أجنان كتبوها لا سلمنا لا يترنقق سفال مادرك ما يؤخذ من الحديث حديث يمي وسلو أنه أن نقراتك من دناتشو أولا جواز الاغتسال جواز اغتسال الجنوبين من إناء واحد ولت جنابا يهون سوش كان دك أمتاتا من دمي تشالنو بالنا مستكونو مالدرو زوج ثانيا جواز مباشرة الحائد فيما دون الفرج كبلتوا وتشالو بمساسان بمتشاشت مباشرة ما درك إن لم يفكد وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها سونتها طاهر نو حيض بمهن وانا سونتها تنجس والي مبال فلسفنا يلم ثالثا استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة يمتك أكف قزي يهون شرت قلدم عند التاجل الدم الكامن ومكلاك يا زكابي كذا الرسا ليلا سميت وستن دايك باسويه. رابعا اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم كحديث من الرداو عند سو حرام بوتان دايوك مكلاك يا مياز الدم يفكر اللثنو لازل جمعوا بالجساهون ليلهم مثالي عند كبابي كدرس يما يملس كونه أكبابي مدرس لا يكل كلنه أكبابي سايون كل كلي هونه لأنه يعني لسد الزرائع مدار الشاوج لمزقات سبا حرام لا يمتش ودكونا يبالم ودى حرام يميتكم من قد هلو كل كلنه خامسا منع دخول الحائض المسجد ورابع ونسيت ودى مسجد مقبات عند التكلكلش تقوم أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جنك الله تحجو بيتشا ودى وچن دي أسودتو تقدوال حائض ونسيت مسجد مقبات سلم ما تشلناو سادسا إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة عندت يورابا يهونج سيت ارتب يهونو نقراتوش منكات اندمي فكر اللات ويم درك يهونه النبي صلى الله عليه وسلم سقراتشو ستاتباتشو بوها درقانو ياتبتشاتشو برتب نقر بتنكا منم چقري اللوم طهارانيشنا ومن ذلك غسل الشعر وترجيله سقرن ما تبنا ما بترني مثل نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلاتبتش اللاتشو سابعا أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه بعض بدنه سلونة النش سونة نونة كمسجد وتطوال عبالم ويمجو بياسوتا ويمدق موجن كلاتو بياسوتا بمسكوت اعتكافه تبلاش طوال عبالم ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه
سوّنته بمو سكالاس وتاودرس اعتكافه يبلا شبته ميلان يوليد مكلاك يا متكمو على متكمو يبلطال كتتكمو جن حرام استجبتو على مالت هنشلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عزل يميبال نبرة عزل مالت كبارو تشغاري جنا نيونان داي ولدو فساشو ودوج مافسس ونيتا يوليد مكلاك يام كزيه التليه متن يلو نجرجن نبي عليه الصلاة والسلام تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم بلو سلاززو ما قارت يلبنا الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق كفتن يا شجرن قدي أرزق كيت لامت علتنا لجوج كبزو من ما درج قال كلمنا وانا ومكنياته ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم النسون من نانتلم مرزق ويا الله تنينينا لأن الفرتاج اللي جوتشا شو هتقدر له لا زم بلا مولده مركمه لأن ياو يا رمضان أجن دامل تاني ملو كتينا وأقوايا شجر ما مت أباد كهونة منهم شجر يلو جن دكتوروش الرجاج تو بعبد إنا ولاي شجر سلم يا متى ما درج اللباتهم ተረጋግጧል ሁለተኛ ደግሞ አጅሩ እንዳመልጠኝ የሚባለው ተፈጥሯዊ የሆነ አካሃድ ጠብቆ ሲሄድ ነው እንጂ በተከሉፍ የሚሆን አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም አንድ ጊዜ መስጂድ ላይ የተንጠለጠለ ገመድ አዩና ምንድነው ይሄ ገመድ ሲሉ አንዷ አማሃትል ሙእሚኒን ለሪ ሶላት ስትሰግድ ሲደክማት ገመዱን ይዛ የምትነሳበት ነው አንሶታለን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عند سو نشاطون تبكو إيال لنا ونج مسجد يالنبت قواطع يميا قارطة ونقر كمت عندن كلفن نان كلفن يمساسرو عبادة ونقارطو مهيرني يالنبت راسونا جنانكو يميسرا وصرا يللم الله زند بزوم تنمي أسكين سلالو أجرون داملتين مرهاني تتكمي سلاسون أجرون داملتين سايون سنفنان رمضان كالفو بوالا مسو مال چلم بتل الشالة سنفس لون كون يماني ركا مزرون جي اجر ما اني تايم الله جزاكم الله خير